السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، عزيزاتي الكريمات، في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. اليوم إن شاء الله غادي نبدأ معكم فروض المرحلة الرابعة اللي كيخصوا المستوى السادس ابتدائي، فرض رقم 2، الدورة الثانية بخصوص مادة النشاط العلمي، وغادي ندير معكم فروض اللغة الفرنسية وباقي المواد ديال التعليم الابتدائي إن شاء الله. كنرحب بكل متتبع جديد عاد انضم للقناة ديالي، أرحب بك وأدعوك للاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يبقوا يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم للقناة اللي غادي تلقى فيها الفروض، الدروس وكذلك الامتحانات الإشهادية، المستويات الإشهادية وبالضبط المستوى السادس ابتدائي. إذا اليوم إن شاء الله غادي نديروا الفرض كما قلت لكم، الفرض الثاني، الدورة الثانية، مستوى السادس ابتدائي. وعندي هنايا بعض الأنشطة، عندي 4 ديال الأنشطة، نشاط باللغة الفرنسية و3 ديال الأنشطة باللغة العربية كما عودتكم دائما في الفروض ديال التربويات مع الأستاذ محمد البخاري. إذن مرحبا بكم، نبداو على بركة الله الإنجاز ديال الأنشطة المبينة هنايا. عندي النشاط الأول عليه 6 ديال النقط، يعني الغالبية ديال النقط كاينة في النشاط رقم 1 لأن فيه الحساب. انتبهوا معي، تم تشغيل الأجهزة الكهربائية التالية في آن واحد لمدة ساعتين. إذن هذه الأجهزة هذه تم تشغيلها في آن واحد، يعني في دقة واحدة بدينا التشغيل ديالهم، في دقة واحدة يعني في ثانية واحدة في دقيقة واحدة لمدة ساعتين. شحال دوزو هما خدامين؟ ساعتين. إذن الجهاز عندي مصباح عادي، عندي مكوات، عندي شاحن هاتف، غسالة وتلفاز. بالنسبة للطاقة المستهلكة 0.5 كيلو وات باغ أور بالنسبة للمصباح العادي، 1.2 كيلو وات باغ اور بالنسبه للمكواه، 0.01 كيلو وات باغ اور بالنسبه للشاحن ديال الهاتف، بالنسبه للغساله 2.3 كيلو وات باغ اور، وبالنسبه للتلفاز 0.25 كيلو وات باغ اور. مزيان، اذا نبداو بانجاز الاسئله. السؤال الاول، ما هو الجهاز الاكثر استهلاكا للطاقه الكهربائيه؟ شكون هو الجهاز اللي كيستهلك الطاقه الكهربائيه بشكل كبير من بين هاد الاجهزه اللي كاينين هنايا؟ إذن هنا كما كتلاحظوا هنا 0.5، 1.2، 0.01، هنا 2.3، وهنا 0.25. إذن أكبر طاقة مستهلكة هي 2.3 كيلو وات باغ أور التي يستهلكها أو التي تستهلكها الغسالة. إذن الغسالة هي الجهاز الأكثر استهلاكا للطاقة الكهربائية. إذن الغسالة بقيمة يعني قيمة الاستهلاك بقيمة 2.3 كيلووات باغ اور. إذن 2.3 كيلووات باغ اور اللي كتساوي 2300 وات باغ اور. صافي، مزيان. ندوزو للسؤال الثاني، حدد كمية الطاقة الكهربائية المستهلكة في هذا البيت خلال هذه المدة. إذن غنحسبو الآن الكمية ديال الطاقة الكهربائية المستهلكة في هذا البيت. إذن باش نعرفوا الطاقة الكهربائية المستهلكة في هذا البيت خلال المدة ديال ساعتين، خصنا نجمعوا هذه الطاقات المستهلكة. إذا نكتبوا، إذا كمية الطاقة الكهربائية المستهلكة، تبعوا معايا، في هذا البيت هي، في هذا البيت هي، لأن هذه هي كمية الطاقة. نحسبوها، إذن نديرو 0.5 كيلو وات باغ أور زائد 1.2 كيلو وات باغ أور زائد 0.01 كيلو وات باغ أور زائد 2.3 كيلو وات باغ أور زائد 0.25 كيلو وات باغ أور. هنايا غادي نجمعوهم وغادي نحصلو على 4.26 كيلو وات باغ أور، وهو الاستهلاك ديالاش، استهلاك ديال هاد الأجهزة الكهربائية خلال ساعتين، 4.26 كيلو وات باغ أور. صافي، إذن هي كمية الطاقة المستهلكة في هذا البيت خلال ساعتين. سؤال رقم 3، أحسب كلفة، إذن الكلفة كنتكلمو على المبلغ يعني التكلفة ديال الطاقة الكهربائية المستهلكة خلال ساعتين، علما أن ثمن الكيلو وات الواحد هو 1.06 درهم. إذن إلا عرفنا بأنه الكمية ديال، أو لا عفوا، السعر يعني الثمن ديال كيلووات واحد من الطاقة الكهربائية كيساوي 1.06 درهم، إذن شحال التكلفة ديال 4.26؟ إذن غنديرو عملية ثلاثية من طبيعة الحال. إذن ندير 1 كيلووات باغ أور، هذا شحال التكلفة ديالو قلنا هو 1.06 درهم، ياك، ديال اللي شفناها هنايا. مزيان،
دابا غنبحثو على التكلفة ديال 4.26 كيلو وات باغ اور، اللي هي ماذا؟ اللي هي الطاقة المستهلكة والطاقة الكهربائية المستهلكة في هذا البيت خلال ساعتين. إذا بغينا نعرفو هاد التكلفة، إذا التكلفة شحال كتساوي بناء العملية الثلاثية، هذه مضروبة في هذه ومقسومة على هذه، بالتالي غادي نضربو إذا هاد إكس هذه اللي هو المجهول، اش غيساوي لي؟ غيساوي لي 4.26 اللي هي كمية الطاقة الكهربائية المستهلكة مضروبة في 1.06 اللي هي تكلفة الكيلووات واحد على 1 كيلووات باغ أوغ اللي هي كيلووات واحد، صحيح؟ إذا شحال كتساوي لي هذه؟ هذه كتساوي لي 4.52، إذا الكيلووات غيمشي مع الكيلووات، حتى هذه كيلووات باغ أوغ، وغادي يولي بالدرهم، إذا هذه درهم، وبالتالي غتولي 4.52 درهم. إذا كمية أو لا كلفة الطاقة الكهربائية المستهلكة خلال ساعتين هي ماذا؟ 4.52 درهم، صافي. دوزو السؤال الموالي، السؤال الموالي اللي هو اون فرونسي، غولي شاك ايتيكات ا سا سينيفيكاسيون، غادي نربطو هاد لي زيتيكات هادو بالتعريف ديالهم. إذن هنايا هادو هما العلاقات الغذائية داخل وسط بيئي، عندي لا بريداسيون اللي هي الافتراس، الافتراس، عندي لا ميوتياليزم، عندي لو ميوتياليزم اللي هي التعاون، بارازيتيزم اللي هو التطفل، عندي كومبيتيسيون اللي هي التنافس. مزيان، دابا نربطو. لو بارازيت في سور لوت، اللي هو المتطفل يعيش على الفريسة أو المتطفل عليه. إذا هنايا هذه علاقة التطفل، بارازيتيزم. مزيان، لي زاتر فيفون سو ديسبوت لي غوسورس، يعني الكائنات الحية تتنافس على الغذاء أو على الموارد، هذه التنافس بين لي دو زاتر فيفون سد، الكائنان الحيين يتعاونان، إذا هذه التعاون. لو بريداتور مونج لا بخوا، يعني المفترس يفترس او لا ياكل الفريسه، هذه الافتراس، صافي. مزيان، اذا لا بريداسيون سي لو بريداتور مونج لا بخوا، لو ميوتياليزم لي دو اتر فيفون سيد، لو بارازيتيزم لو بارازيت في سور لوت، اي لا كومبيتيسيون لي اتر فيفون سو ديسبوت لي ريسورس، صافي. دوزو النشاط الثالث، علاش نقطة ونصف؟ السؤال الأول، أعطي تعريفا بسيطا للرافعة، إذا ما معنى الرافعة؟ ماذا نقصد بالرافعة؟ إذا الرافعة هي آلة بسيطة، إذا آلة بسيطة، هي آلة بسيطة تمكننا، منين كتمكننا؟ تمكننا من رفع، كتمكننا من رفع الأجسام الثقيلة، إذا الأجسام، الأجسام دون عناء، دون عناء كبير، وفق القانون التالي. إذا وفق القانون التالي، فين هو القانون؟ القانون غنتعرفوه هنا، غنتعرفوه في السؤال الثاني. إذا التعريف هو آلة بسيطة، إذا الرافعة هي آلة بسيطة تمكننا من رفع الأجسام دون عناء كبير وفق القانون التالي، القانون غنتعرفوه هنا. ما هي العلاقة التي تعبر عن قانون الرافعة؟ إذا العلاقة التي تعبر عن قانون الرافعة، أولا قانون الرافعة هو على الشكل التالي، هو حاصل ضرب الكتلة، إذا هو الضرب ديال الكتلة، مثلا الكتلة أ، أو القوة المؤثرة في المسافة الفاصلة بين نقطة الكتلة أ أو تسليط القوة ونقطة الارتكاز أو، يساوي حاصل ضرب الكتلة المقاومة ب أو القوة المقاومة في المسافة الفاصلة بين نقطة الارتكاز ونقطة الكتلة المقاومة ب، يعني القوة المقاومة. إذا هنايا العلاقة اللي كتعبر على قانون الرافعة هي هذه، ام ا او ا يساوي ام بي في او بي، مزيان، هذه هي الثانية، لأنه يعني كيكون عندي الرافعة مثلا بحال هكا، هنايا او، هنا ا، وهنا بي، صافي. يعني شنو كنقولوا؟ ام ا الكتلة ديال ا مضروبة من او ا، يعني المسافة الفاصلة من او ا، كتساوي الكتلة ديال بي، ياك، مضروبة في المسافة من او الى بي، صافي. إذن هذا هو قانون الرافعة. النشاط الرابع والأخير اللي غنجاوبو فقط بصح او خطأ، إذا كانت العبارة صحيحة سأكتب صحيح، وإذا كانت العبارة خاطئة سأكتب خطأ. توفر لنا الطاقة الكهربائية المنزلية الإنارة فقط، خطأ،
لأنه للطاقة الكهربائية المنزلية استعمالات عديدة من بينها الإنارة. كاين استعمالات أخرى بحيث نستعملها في الإضاءة، وكذلك في بالنسبة للأجهزة الكهربائية المنزلية إلى غير ذلك. تقاس الطاقة الكهربائية بالكيلوات ساعة، نعم صحيح. إذن كيلوات ساعة أو لا الوات ساعة، نعم. تنتج الطاقة الكهربائية في المحطة الكهرومائية بفعل قوة الماء، نعم. تنتج الطاقة الكهربائية في المحطة الكهرومائية بفعل قوة الماء، نعم. قوة الماء هي التي تساهم في إنتاج الطاقة الكهربائية، إذن صحيح. وبهذا غادي نكون كملت الفيديو ديال اليوم اللي كان كيخص الفرد رقم 2 الدورة الثانية النشاط العلمي المستوى السادس ابتدائي فروض المراقبة المستمرة الثانية، يعني الدورة الثانية. كنتمنى أنكم تزيدوا دعموا قناة تربوية مع الأستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش يبقى يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. كنت معكم انا الاستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.